أكدت الحكومة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرمان، مشددة على أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة. وفي هذا الصدد أشارت الحكومة إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات. وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق لتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.